تجربتك من ظهر الراجل قبل ما نرجع تاني للجزيره اللي هي نقطه تحول في حياتك من ظهر الراجل باعتبار من ظهر الراجل اخر افلامك وحقق نجاح والحقيقه انت كمان الناس كلها اشادت بادائك جدا الحمد لله من الافلام اللي انا بعتز بيها جدا وفيلم اتاخر ما كانش سهل بقاله سنين لا ما مش بقاله سنين لا انا في 6 سنين مثلا لا سنه ونص سنه ونص هو الفيلم مش تصويره سوري عفوا لا مش تصوير هو الفيلم اصلا اتعرض عليا كان 2007 تقريبا ايوه وانا كنت ساعتها بعمل رسائل البحر وما كنتش يعني انا كنت كان لي لسه يمكن كنت شايف السيناريو جاهز او يمكن انا ما كنتش مستعد يعني كان في عوامل كتير انا حقيقة مش متذكر يعني بس قلت كريم مش دلوقتي يعني انا داخل فيلم دلوقتي رسائل البحر طبيعي خلاص انت طالما انت داخل فيلم بتوقع ان اللي قدامي او المخرج او المنتج اللي عرضه عليا هيروح يمشي في سكته ويكمل وغالبا هو مشي فعلا في سكته وكمل بس كريم كان نفسه يعمل الفيلم ده وقعد عليه شويه يعني قعد مستني ان هو يعمله في الوقت المظبوط وكريم على فكره كريم سبكي هو دفعه هندسه برضه ميكانيكا جامعه امريكيه اصغر مني بسنه وموهوب جدا واحنا اصحاب اصلا من الجامعه يعني في اصحاب شله كتير قوي ناس كومن او مشتركه ومن الناس اللي بحبها جدا من زمان وقت جدع قوي كمان يعني الصراحه و بس ما خفتش انت من الدور ما خفتش منه لا خالص يعني انتقدته انت نفسك انتقدت الدور يعني لما اي واحد فينا بعد ما بيعمل حاجه بيحب دايما يشوف ايه الدفوهات اللي كانت عملها اكيد لقيت ايه الدفوهات اللي انت عملتها في من ده في الفيلم ما اقدرش اقول يعني لو هتكلم بشكل عام جدا هقدر اقول ان في تطور في النضج الفني بتاعي او كتمثيل او كموهبه الدور انا مش شايف كان ممكن يعني كان ممكن حاجه تانية تتعمل فيه يعني يمكن كنت محتاج اخد وقت اكتر ما اقدرش اقول لك ان في مشكله في اللي اتصور بس يمكن كان ممكن اخد انا بؤمن جدا بالتحضير لو كنت حضرت اكتر شويه لو كنت اتمرنت يعني انا طالع المفروض ملاكم في الفيلم او شاب بيلعب ملاكمه ودايما عندي حته ان هو كان ممكن يبقى احسن كان ممكن يبقى احسن كان ممكن يبقى احسن كان ممكن اتمرن ملاكمه اكتر اتمرنت ملاكمه تقريبا سنه ونص فقلت طب كنت اتمرنت اكتر كنت زودت ساعات تمرين كنت فدي من الحاجات مثلا كان نفسي اعملها ان انا اتمرن اكتر عشان ابقى مستعد اكتر بس برضو في ناس بتقول ان انا بوكسير دلوقتي وبلعب كويس وكل حاجه بس انا قدامي قدام نفسي لا كان ممكن اعمل احسن من ده الراجل نجح واظنك انت فخور بالفيلم دوت لان هو الفيلم يعني نقدر نقول فيلم فني في معايير فنية وفي سيناريو كويس وأنا شفته الحقيقة فيلم حلو بهنيك عليه الله يخليك لكن